استاذ؟ سيف صفا سيف باركويا خير هذا؟ خير تبارك الله. أبلاغ؟ أبلاغ أبلاغ وتا قوة أمسحة الرئيس الله يبارك فيك أمسحتك خويا محمد. الماكلة ديالها هي كتاكل بشوية بحال البوري بحال البوري أي كتجيب لك السبيب كتجيب السبيب لعندك أي ماز ما كاين شي لحظات شي دي مومون باش نقول لكم انوبليابل اللهم لك الحمد الله يجازيكم بخير. السلام عليكم اخواني الرياض، غادي نقول لكم الكلمه اللي كنقولها ديما، لقد توحشتكم غايه الوحوش. كلشي مزيان صحه، نتمنى كلشي يكون بخير، كلشي يكون هذاك اليوم ان شاء الله. كيف اخر فيديو كنا درنا ديال برباس، كنا قلنا بانه الفيديو المقبل غادي يكون من اوريورا، ولكن قلنا العيد الكبير ورا العيد الكبير. جات واحد الظروف الحمد لله مزيانه، وكيف ما كتعرفوا كان حتى حنا كنتحيروا الفرص باش نمشيو نصيدوا. جا واحد الاخ متتبع ديال القناه من ديار الفرنسيه، ابن مدينه اكادير، واحد الاخ طيب خلوق، ديما تبارك الله كنا كنقراو التعاليق ديالو وكنتمنوا نشوفوه، وجاب الله وتشوفنا في اكادير، وحاولنا نفيكسيو شي رونديفو نديرو شي تصيده شي نهار ندوزو واخا ما يكونش الحوت. وكيف ما كتعرفوا دابا الصيف يعني وقت الخدمه وقت المسائل، ولكن حاولنا نديرو واحد الويكاند، هي هاد الويكاند هادي دابا جينا الجمعه ان شاء الله السبت والحد. هاد السيد هذا سميتو سي محمد، وان شاء الله غادي ندوزو هاد النهار هذا، وغادي نديرو هاد الفيديو حيت توحشناكم، ونطوندو ان شاء الله باش ورا العيد نحاولوا نديرو فيديوهات يكونوا مزيانين في اوريورا، غالبا غتكون اوريورا. كاينين دابا اراء بين اوريورا وبوجدور، ولكن غالبا اوريورا ان شاء الله باذن الله. غادي نحاولوا نعيشوا مع سي محمد الاجواء اللي كنعيشوها ديما، من الصيد من طياب الطبخ ديال الغداء او العشاء او الفطور، الى الاجواء اللي كتكون مخيمه علينا بيناتنا حنا، داك النشاط والضحك اللي كيكون بيناتنا ومسائل. ايوا الحمد لله، نتمنى لكم فرجه ممتعه، ومهم اللي جا مرحبا به، راه كيف ما كنقولوا ديما هذا راه مثال حي ديال الاخ محمد. وانتم الاخوان اللي جابتوا الظروف الاكادير ولا مسائل وكانت الظروف مواتيه، علاش لا نديروا معاه شي نهار ونصيدوا مجموعين نضحكوا ونشطوا، وراه حنا خوت بلا حوت. يلا في امان الله وحفظه، بقاو مع الفيديو معكم. اسم بر اش كدير اخويا؟ شويه ماشي بحال شويه، ولكن ماشي بزاف. واش نقول لك الدراسه مصطفى مع الباكاج كثير شويه اييه جمعناه في هذه الخنشه باش كيز اسم بر الباك اللي تخاد عليك خفت علينا باينه دابا. هاد الهبطه ما غتبان لينا حتى لغدا ان شاء الله في الصباح. الله يرحم والديك، عيط اليوم غتبان لي انا. لا لا حتى غدا ما غتبان لكم، حتى دابا تمشيو حتى للروتور كاين ان شاء الله. هذا دليل بان تمرة كاينه بعدا كاينه. تبارك الله كاين ما يتقال تما. ضو سعيد لا تجي كاين شي ضل بعدا كاين تبارك الله الله يحفظك الدوستو. الحمد لله حنا مسا واني فينا الدوستو والله ما عرفت مازال ما بانش عليك والله. حنا المهم جينا انا مع الاخوان والحمد لله الاخوان جابوك بالليل وغايجيو جابونا بالليل وجينا بالليل حنا لهذ المصيدة ياك. ايوا نتمنى الله ان شاء الله يكون الحوت هذه الليله هذه هذه الليله غدا ان شاء الله. هذه الليله سبيسيال لا سبيسيال علاش؟ علاش كاين معنا واحد الصديق واحد الاخ واحد من الفاميلا اللي عزيز علينا بزاف اييه والناس من الناس اللي كيعلقوا علينا من الناس اللي تحبينا معاهم لله لا لشيء. ملي جا لاكادير سول علينا الحمد لله احنا معاه في الخرجه دابا سي محمد. ها هو السلام عليكم. السلام عليكم تبارك الله عليكم. شكرا بارك الله فيك. شكرا مرحبا بك يا محمد. واسيدي نهار كبير هذا الحمد لله، كما كنقولوا الحلم راه تحقق الحمد لله. كنا كنشوفوا لي كومونتير ديالك دابا الحمد لله كنشوفهم ديريكت جوستوم الحمد لله. والواقع بينا على شي ناس عاوتاني احسن من
فاش كنشوف في انترنت في يوتيوب. الحمد لله الاخلاق والسلوك ورحبوا بنا والحمد لله دابا مشاركين الطعام جايين دابا نصيدوا ندوزوا واحد مزيان الحمد لله. اللهم لك الحمد الله سيدي لا كلشي زعما كاين بخير الحمد لله. شكرا على الله يرحمه. شكرا معنا السي حسان معنا السي مبارك كنشكروك دينا شي كلمه الله يجازيك. السلام عليكم ورحمه الله. سالي الله يجازيك بخير والاخ. نعم اش دير مرضب بغلي صبر عليا الله يجازيك واخا الله يخليك يرحم والديك. في الحقيقه هذه ليله مباركه ان شاء الله ان شاء الله خويا جالسين مع الاخوان ديالنا فهاد الجلسه يكفينا حنا غير هاد الجلسه هادي ناشطين ضاحكين واكلين وشاربين. الجو كما كتشوفوا كاين يعني كاين ندى راه كاين شويه ديال الرش والبحر مزيان زوين الحمد لله. واخا الاخوان مازال ما شافوا المصيد جاو في الليل غادي يشوفوه ان شاء الله غدا وباقي الوقت ان شاء الله غنروحوا باقي بالليل. لا لا خير غادي نصيدوا ان شاء الله هاد الليله هادي. حنا راه ملونصيين باش نشوف واش كاين شي حاجه الكسبات راه ملونصيين هم بيكيهم. المهم كاين الظلام حيت دابا يعني نهايه الشهر شهر يعني او بدايه شهر ذو الحجه اليوم واحد هذه في التاريخ الهجري. ونتمنى من الله عز وجل يستر لنا هذه الليله هذه ويسهل علينا جميعا وتيسر الامور ونشطوا ونضحكوا ونقصروا ان شاء الله ونشدوا الحوت ان شاء الله وخال ان شاء الله ونحيدوا بلاصه الفرماج نديروا نديروا اشكر الله راه يضرب دابا الاخ مبارك راه معنا سي مبارك اذكر ربك في نفسك بسم الله ما مسالي لي انا مبارك خويا واحد دقق واحد كل شعر جو ولا اروع الحمد لله اللهم لك الحمد. وديما كنقول الشعار ديالنا الله يجيبها سمينا وحنا ديما خذ بلا حوت بلا حوت لا والله ما السي مصطفى بغيناك تبدا ان شاء الله تقول لنا شي كلمه وباختصار الله يجازيك بخير راه تيرا كيبرد. اييه السلام عليكم الاخوان كلشي بخير نتمنى كلشي يكون هو ذاك كيف ما شفتوا الحمد لله اليوم منورنا السي محمد اللي كنا كنشوفوه في لي كومونتير دابا كنشوفوه ديريكت ونتمنوا ان شاء الله نشوفوا كاع الاخوان كاملين. يا كريم يا رب العالمين بسم الله قلنا بسم الله الله وصيتنا هنا ونتمنى الله يجيب الله شرك ونتمنى الله يكون شي حاجه في النصيب وصراحه مصيد ولا اروع الاخوان راه في ملونسي ليه واحد الرئيس جا حدانا سي سعيد وسي محمد راه ملهي اي والله يسهل الامور نتوما لا زيدي ديك لا تبارك الله سي محمد بس الرئيس زيدي بس بس صيدت يا اخويا محمد بوشرب ليمول. المهم دابا خرجتي من الباكيت ديال 60 دابا غادي ديماري صافي صافي دينا دابا 80% الله يسهل الحمد لله الحمد لله الرشوه البحر ان شاء الله اييه نو كيل يلاه بسم الله سيدي يعطيك الصحه الله يرحم الوالدين الله يحفظك خويا محمد شكرا شكرا اللهم بارك لنا عيب لول ما شفتش الله ما شاء الله معايا قلت لها عس عس انا فاصل ما شاء الله هذا ان شاء الله العشيه شنو غتصبنا با سعيد نعم غتصب اليوم عندنا الجميله مع الغدا ان شاء الله اييه والعشيه غادي نتعشاو بيضه بوزروك واش طايلة ولا بوزروك ولا بوزروك حبيبي سميتو بويميلا نديرو بويميلا ديال بوزروك ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك خيرات ربي بارك الله العشية مرحبا بكم معنا ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله تبارك الله على الرئيس مبارك الرئيس مبارك صحتك اخويا الله يحفظك لا ماني ما نساك ما عكستيش راه مع الفجر ديريكت شي سيخ بسي غرض بريد ديال الداي صحتك اخويا يلا الله ما يسر سي محمد صحتك اخويا تكبر
بصحتو. هاد شوية إن شاء الله. إن شاء الله. يلفا راسي. بصحت الرئيس. الله يبارك فيك. بصحتك خويا محمد. الرئيس وحباب. شتي. يلا الإخوان يلا. بصحتو. اللي عنده شي يكون جي جي مرحبا. ايوا الصبر شويه وهذا و تبدا تيزير بصحتك باش هذا هو الهدف ولكن الحمد لله باش منتعب اخي محمد دويده اييه بصحتك اخويا هذا ما تغيوفك الماكله ديالها هي كتاكل بشويه بحال البوري بحال البوري اييه كتجيب لك السبيب كتجيب السبيب لعندك اييه بصحتك اخويا يلا لا قبل شي حاجه اخرى عاوتاني كبر الله يحفظك مرحبا سي محمد السلام عليكم. أنا السلام ورحمة الله. هي الغداء إن شاء الله. إن شاء الله غدا دابا الراحة. ما شاء الله. مومون دو غيبي عاوتاني. تبارك الله. شوية وفكوا شوية. إن شاء الله. وكوان تبارك الله زوين هذا مكمون فيه على البرد و... لا بارد. ومظلل. لا. سيدي الأكليم ناتشورال. ما شاء الله. صحتكم. الرئيس سعيد راه جالس كيصابنا في. الله يخلصه الله يجازيه بالخير. سي سعيد. سيدي الله يعطيك الصحة. الله. تبارك الله. ماشي مشكل ديك هنا لا مزيان ما شاء الله لا هو داك ما شاء الله يا سيدي الله يعطيك الصحه الخير دوماج الكاميرا ما كتنقلش الريحه ولكن كاينه الريحه ان شاء الله هادشي غنوصفوها اليوم ان شاء الله نقول لك على الريحه كيفاش غادي تكون اي والله يسخر من بعد صور القامينه الا كانت خاويه راه صافي ان شاء الله الجو ديال البحر تبارك الله كاين الجو ديال البحر كيفاش دايما ايوا بصحتكم ما شاء الله مصيد زوين غير هو الربيع اللي شويه كاين الربيع هاجبه عليه اي والله يسهل بالنسبه للمصايد يا سي محمد المصايد حنا في المنطقه فاش كاين الربيع بزاف خصك تدخل الناس اللي عندهم لي زودياك وعندهم لي باطو هذا كيدخلوا كيشتو كاين بوشه وكاين لوبار كاين اسمه كاين حوت مزيان ماشي ولكن خاص تدخل سابق الى جل لو سود ديال فرنسا اسبانيا الحدود البرتغال الناس كاينين شتو خلاص كاين تما عاوزين الضوابط ماشي بحال هنا لا الضوابط الضوابط كما شرحت لكم بالنسبه مثلا لوبار في فرنسا كانت 36 سنتيمتر هذا العام 42 سنتيمتر وعندك الحق كاين شهور في العام ما خصكش تصيدو الا شديتي خصك تلقو باش يتوالد المهم داك لاغمي بيولوجي هذا ولا سميتو ومني كتشدو الى قال شديتي عندك حق واحد في النهار و قل ملي كيكون في 42 خصك تقطع عليه لا كيو ديالو القصيبه شمال الناس اللي كيبيعوا لي ريستورون باش ما تكونش خليها لراسك كاين واحد لا ليجيسلاسيون ما كاين السلطه قايمه بالدور ديالها واخا ما كاينش السلطه الناس واعيين الناس واعيين الناس بغاو الخير لبلادهم وقال لك اودي هذاك الشيء باش كيبقاو الثروات عاوتاني كيبقى الحوت ماشي السلام عليكم سي محمد خويا سيدي مرحبا بكم سيدي نهار كبير هذا الحمد لله والاخوان المساكين راه داروا مجهود حتى جمعوا لي مول راه تبارك الله المهم انديسكريبتيبل والله الا انديسكريبتيبل وبصحتكم ومرحبا بكم كلمه الاخوه اللي كيتفرجوا فينا مرحبا بكم باش نقول لكم نتمنوا تكونوا معنا نتمنوا ان شاء الله مننا المستقبل ماز ما كاين شي لحظات شي دي مومون اش نقول لكم انوبليابل اللهم لك الحمد الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين شكرا بزاف ما شاء الله صحه وراحه ديالك راه خدمتي معنا الله يحفظك هذه ديالك هذه الله يرحم الوالدين الله يحفظك سي صفاء ما شاء الله شوف ديرونجينيش الله يجازيك ما شاء الله ما شاء الله يا سلام برك مضوي عليا خاطر الرياس دول تحت خاطر الرياض خاطر الرياض خاطر عبد الله اللي تاعنا الرشيد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خيرات مولانا الله يلا الحمد لله سيدي الله ينفعكم بصحه وراحه